Alsa, votan ke tu, dai. بكلمة ماما دخلت فيكتوريا ذات 18 شهرا المعترك السياسي لتصوت في البرلمان الأوروبي. هي ابنة هذا البرلمان منذ أيامها الأولى، فقد ترعرعت على مقاعده فيما شركاؤها في اللعب كانوا أعضاء البرلمان، كما والدتها النائبة الإيطالية ليتشا رونزولي. فيكتوريا التي أضفت على البرلمان الأوروبي رقة فائقة وأعطته من خلال طفولتها وقبلاتها التي توزعها على الموجودين طابعا خاصا اعتادت أن تصطحبها والدتها منذ ولادتها إلى البرلمان لحضور الجلسات في ستراسبورغ. فالنائبة رونزولي ترفض الاعتراف بالوسائل المساعدة للمرأة العاملة وترك صغيرتها للحظة واحدة، وهي التي رفعت قضية بهذا الشأن لإعطاء المرأة حق اصطحاب طفلها إلى مكان عملها. قد يصيبها الملل أحيانا، وقد تضطر للتلهي باللعب أحيانا أخرى، فالخطابات السياسية لا تثير انتباهها كما يبدو، غير أن التصويت على القرارات أجمل ما في اللعبة السياسية لدى فيكتوريا. نغم رباح، العربية.